مشاهدينا الكرام، لقاؤنا الأسبوعي يتجدد معكم كي نلقي الضوء على أهم التطورات والأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي وساهمت في تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر. في مقدمة هذه الأحداث، الرئيس السيسي يفتتح فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي وينبه إلى الانتشار غير المسبوق للصراعات والنزاعات المدمرة. السيسي يطلق مبادرة للقضاء على فيروس سي لمليون إفريقي. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير وحوكمة شركات قطاع الأعمال العام وسرعة الانتهاء من إجراءات تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل. رئيس مجلس الوزراء يتابع استعدادات الدولة لشهر رمضان المعظم. مجلس النواب يطلق جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية. الحكومة تعلن أنها تستهدف معدل نمو يصل إلى 6% وخفض معدلات البطالة إلى 9.1%. الأهلي يسقط شبيبة الساورة بثلاثية ويتأهل لربع نهائي أبطال إفريقيا. مصر تحتل المركز 13 بعد الفوز ب 42 ميدالية متنوعة في الأولمبياد الخاص في أبو ظبي. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع بجولة في منطقة مشروع توشكا. بتتعمل أكبر مزرعة إنتاج تمور في العالم. إحنا بنعمل كتير. بنعمل كتير لمين؟ لينا، لشغلنا، لحياتنا، لمستقبلنا. بنعمل حاجة زي ما انتوا شفتم بشكل متكامل. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر الجمعة بجولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية بمنطقة توشكا، تضمنت مشروعات مزارع التمور والقمح والعنب فضلا عن مزارع الأغنام، حيث اطلع سيادته على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات وتطورات العمل الجاري بها من القائمين على التنفيذ. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس التقى عددا من المهندسين والعاملين بتلك المشروعات العملاقة والتي تهدف إلى تنمية منطقة جنوب الوادي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة موازية لوادي النيل تتأسس على النشاط الزراعي ثم الصناعات الغذائية ومنها إلى باقي الصناعات والأنشطة العمرانية المختلفة. وتبلغ مساحة مزرعة توشكا حوالي 60,000 فدان، حيث تعد أكبر مزرعة على مستوى الجمهورية، وتعتمد في الري على ترعة توشكا من خلال محطة رفع تضم 7 طلمبات للإمداد بنحو 7,000 متر مكعب من المياه في الساعة. وبالنسبة لمشروع مزرعة التمور بتوشكا، فقد تم تخصيص مساحة 40,000 فدان لزراعة نخيل التمور الفاخرة ذات الجودة العالية بإجمالي 2.5 مليون نخلة، وذلك بهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج وتصدير التمور. كما تم تخصيص مساحة 20,000 فدان من مزرعة توشكا لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة والقمح، بالإضافة إلى 200 فدان خصصت لمزرعة العنب، وذلك من إجمالي مساحة 300,000 فدان قامت بزراعتهم الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي على مستوى الجمهورية، وذلك فضلا عن تعظيم القيمة الاستثمارية لمزرعة توشكا عن طريق تربية وإنتاج آلاف الرؤوس من الثروة الحيوانية من الأغنام. السيد الرئيس أشاد بالجهود المبذولة من قبل القائمين على تنفيذ مشروعات مزرعة توشكا، مؤكدا أن الشعب المصري ينظر بعين التقدير لهذه الجهود التي تصب في مصلحة إنجاز تلك المشروعات العملاقة وفقا للجدول الزمني المقرر، ومنوها إلى الانعكاسات الإيجابية الواسعة لتلك المشروعات على مسار تحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري. دايما بقول احلموا واجروا على حلمكم. احلم يا انسان يا مصري واجري على حلمك. احنا لما حلمنا بان احنا نعمل 2.5 مليون نخله هنا كان حلم كبير، انك تعمل حجم زي كده في وقت قليل، انما في الاخر ماشيين بشكل كويس
واتصور اللي انا شفته النهارده احنا بنتكلم على الاقل في 500 600 الف نخله حتى الان، يعني بدايه الطريق، ويمكن على اخر حسب الترتيب او الكلام اللي اتقال لي طبقا للجدول الزمني ان احنا على اخر 20 نكون خلصنا. وعايز اقول للناس المصريين اللي بيشوفوني على الاقل اللي موجودين من الوجه القبلي، هنا في فرصه مش بس على قد المزرعه اللي موجوده هنا، لا انا شايف في مزارع تانية لشركات اخرى بتشتغل، واحنا ناويين ان شاء الله ان كل البنيه الاساسيه المطلوبه لاستكمال الزراعه هنا في المنطقه ان شاء الله، طالما ان الارض هندفع بس الجان تبص على بقيه الارض اللي موجوده نطمن ان الارض دي ارض صالحه للزراعه بشكل كويس قوي، نكمل البنيه الاساسيه ونبتدي نشتغل مره تانية. وبالمناسبه احنا بنيجي نعمل مشروع بنعمل مشروع متكامل، كل القيمه المضافه المطلوبه للمشروع دوت بنعملها. والله انا لو مكانكم ابقى اسعد واحد في الدنيا، ابقى اسعد واحد في الدنيا، لان انتوا بتبنوا لبلدكم، مش ليك انت، يمكن لما تكون بتبني ليك تقول ما انا يعني، لكن انت بتعمل حاجه احلى من كده، يعني الواحد لما يعمل لنفسه شيء ويعمل للاخرين شيء تاني. أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مستهل الأسبوع الماضي فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، والذي عقد في أسوان على مدار 3 أيام من 16 إلى 18 من مارس. وفي كلمته الافتتاحية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التحاور والنقاش بين الشباب، والذي يسهم في غد أفضل للشعوب العربية والإفريقية، مشددا على أنه يؤمن بدور الشباب في العمل من أجل بلدانه. طب اسمحوا لي قبل ما نبدأ الكلمة أن أنا أدعوكم جميعا للوقوف حدادا وتكريما لأرواح الحادث أو الواقعة المؤلمة اللي حدثت في نيوزيلندا، واسمحوا لي باسمكم جميعا ان احنا ندين هذه الحادثة الإرهابية إدانة بكل ما لدينا من قيم ومبادئ وإنسانية، ونقول من هنا من مصر من أسوان نحن ضد كل التطرف وضد كل الإرهاب، وبنقول من هنا من أسوان ومن مصر ومن أفريقيا إن احنا نشجب نقاوم نرفض كل عمل إرهابي جبان ضد الإنسانية. تفضلوا استريحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي، أبنائي وبناتي من شباب منطقتنا العربية وقارتنا الإفريقية، السيدات والسادة، أستهل حديثي بتوجيه تحية محبة وسلام من أرض صعيدي مصر الطيبة إليكم جميعا وإلى كل العالم، وأرحب بكم في وطنكم مصر. مصر نقطة الانطلاق التي تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. السيدات والسادة، شبابنا الحالم بالمستقبل لا يخفى على أحد حجم التحديات التي تواجهها الإنسانية، وذلك الانتشار غير المسبوق للصراعات والنزاعات التي خلفت حجما من الدمار والتخريب لم يشهد التاريخ مثله،
وأصبحت مشاهد اللاجئين معتادة، وصوت صرخات الأطفال والثكالى جزءاً من حياتنا اليومية. وللأسف فقد كان نصيب منطقتنا العربية وقارتنا الإفريقية من هذه الصراعات ومن هذا التدمير هو النصيب الأكبر بلا منازع، وأصبحنا نسكن إقليمياً نسكن إقليماً أرهقته صراعات الحاضر التي تكاد تعصف بمستقبله وتمحو ماضيه. ونحن بصدد مواجهة هذه التحديات المعاصرة والتي تسعى لإعلاء النعرات الطائفية والأيديولوجية، فإننا في مصر قد وضعنا شبابنا على أولوية الفئات التي تحظى بالاهتمام والرعاية من أجل مستقبل بلا صراع. ولقد نجحنا في خلق مساحة مشتركة نجتمع فيها وندير فيها اختلافنا بشكل حضاري، ونحقق تواصلا فاعلا ومستمرا فيما بيننا. وقد نجحت المؤتمرات الوطنية للشباب في تحقيق حالة حوارية حضارية متفردة، ثم ما لبثت وتحولت إلى فكرة قابلة للتعميم والعولمة، فانطلق منتدى شباب العالم وليدا من بنات أفكار شباب مصر ليكون منصة حوار بين شباب العالم بكل تنوعهم واختلافهم. واليوم نحن بصدد حضور انطلاق نسخة جديدة من منتجات مؤتمرات الشباب المصرية، حيث يلتقي على أرض مصر ووسط شبابها شباب من أبناء دولنا العربية الشقيقة وقارة إفريقيا الواعدة، ليتحاوروا ويتناقشوا ويتبادلوا الرؤى في تناغم مميز رائع على أرض مصر وعلى ضفاف نيلها الخالد. سنتحاور باحثين عن الغد الواعد، متطلعين إلى مستقبل عنوانه السلام والمحبة، متمنين عالما بلا صراع أو نزاع. وصدقا أحدثكم أن الأمل معقود على عزيمة شبابنا في تجاوز التحديات المحيطة بدولنا العربية والإفريقية، وهم بحماسهم ونقائهم سيكونون الرقم الفاعل في معادلة بناء المستقبل. السيدات والسادة الحضور الكريم، أهلا بكم جميعا في مصر السلام والتنمية، مصر الملتقى التي ينبع من قلوب أهلها الخير للعالمين، مصر التي تعتز بانتمائها الإفريقي والعربي والسعية دوما لتعزيز أواصر وروابط الأخاء والتعاون مع كل أشقائها، مصر مبتدأ التاريخ ومنتهاه، مصر التي أراد أبناؤها لها السلام فقاتلوا من أجله، وأرادوا لها التنمية والاستقرار فعقدوا العزم على العمل. وبثقتي في عزائم شباب مصر وبفخر بذلك التنوع وتلك العيون الشابة الناظرة للغد، وبإيماني بحماس الشباب وقدراتهم، أفتتح على بركة الله النسخة الأولى من ملتقى الشباب العربي والإفريقي. يحيى شباب مصر. يحيى شباب العرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جانبه أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي بدور مصر التاريخي في دعم مؤسسات القارة الإفريقية منذ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في ستينيات القرن الماضي. وأود في هذا السياق أن أبرز دور مصر في تطوير الأجندة الإفريقية في بناء السلام والتنمية ما بعد الأزمات. إن توليكم لرئاسة منظمتنا يأتي في ظرف تاريخي متميز
لقد قطعنا أشواطا كبيرة في بناء اندماج القارة من خلال مشاريع استراتيجية ذات أثر بعيد. فالمصادقة على منطقة التجارة الحرة في القارة وبروتوكول حرية التنقل وإقامة السوق الموحدة للنقل الجوي لهي أسس قوية لدفع الاندماج الإفريقي الذي يشكل بعد تحرير القارة من الاستعمار والتمييز العنصري حلمنا وتطلعنا الأسمى. كما أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أهمية الرياضة كعنصر أساسي في التقارب بين الشعوب الإفريقية والعربية. فقامت الرئيس عبد الفتاح السيسي لالتزامه الشخصي لاستضافته على أرض مصر كأس الأمم الإفريقية الأولى ب24 فريقا. إنه تحد كبير سيدي الرئيس، ولكم كل الشكر على ذلك، ونحن متأكدون إنها ستكون احتفالا كبيرا للشباب الإفريقي، خاصة لأنه لتواكب الظروف والتاريخ، والتاريخ يعيد نفسه، فإن الدولة التي حصلت على أكبر عدد من بطولات كأس الأمم الأفريقية هي الأولى التي تستقبل مسابقة كرة القدم من 24 فريق تحت قيادة رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، وأفضل لاعب في أفريقيا اليوم هو لاعب مصري. كل هذا يؤكد ويطمئننا ويعطينا الثقة بأن المولى سبحانه وتعالى سيساعدنا على أن ننظم بنجاح على أرض مصر كأس الأمم الأفريقية الأولى المكونة من 24 فريقا. بكلمات يملأها الأمل في مستقبل أفضل وعبارات حملت الكثير من التقدير للدور والمكانة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في إتاحة الفرصة لتفاعل الشباب العربي والإفريقي وخلق منصة للحوار الذي يجمعهم، عبر بعض من الشباب المشارك عن تطلعهم وسعادتهم للمشاركة في هذا الملتقى. أود أن أعبر عن بالغ سعادتي كوني مشاركا مغربيا عربيا إفريقيا في هذا الملتقى الذي سيتيح لي الفرصة للتواصل والتقارب مع مجموعة متميزة من الشباب العربي والإفريقي لمناقشة كافة القضايا التي تشغل بالنا والبحث عن حلول نوعية تعزز من انتماءاتنا وهويتنا العربية والإفريقية. إن إفريقيا مليئة بالزملاء الأفارقة، وأنا سعيدة بمقابلتهم وبإسهامتهم في الاقتصاد الإفريقي. أعتقد أن الحلم الإفريقي سيتحقق حينما يعمل قادتنا سويا في تيسير منصات كهذه ينتج عنها بناء تماسك اجتماعي قوي ما بين الدول الإفريقية. كان حفل الافتتاح قد شهد عرض فيلم عن الإمكانات والثروات الطبيعية والبشرية التي تمتلكها القارة السمراء وسبل استثمارها لتحقيق التنمية والرفاهية لكل الشعوب الإفريقية. كما شهد الحضور بعض الفقرات الغنائية والفنية التي عكست روح الثقافتين المصرية الفرعونية والإفريقية. كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته في اليوم الأول لانطلاق المنتدى احتفالية خاصة بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، والتي تقام على هامش ملتقى الشباب العربي والإفريقي المنعقد في أسوان. وهدفت الاحتفالية لإبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الإفريقية والعربية، وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مؤتمرات الشباب تعد فرصة عظيمة للدولة والشباب للتواصل مع بعضهم البعض.
وفي اليوم الثاني من فعاليات المنتدى شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات مائدة مستديرة تحت عنوان وادي النيل ممر للتكافل الإفريقي والعربي. وأكد الرئيس خلال مداخلة له في المائدة المستديرة على أن الدول العربية والإفريقية يجمعها تاريخ مشترك أبرزته العديد من القمم السابقة وتجسد سابقا في التعاون بين حركات التحرر الوطني في مقاومة الاستعمار الأجنبي، منوها بجهود الآباء المؤسسين للاتحاد الإفريقي. لا شك أن في تحديات كبيرة، ويمكن زملائنا تعرضوا لها وقالوا يعني الإرهاب، وأنا أعترف أن أكبر حجم من العناصر المخاطر، العناصر اللي هي منخرطة في الجماعات الإرهابية يمكن تكون موجودة في إفريقيا، وده طبعا لأسباب كتير جدا. مفيش أمل، يمكن في يعني شغل أو في عمل بيتم أو يعني في جهود بتتعمل عشان تاخد الشباب الأفريقي إلى هذا الموضوع، إلى التطرف والإرهاب لأي أسباب بقى. ثم طبعا النقطة اللي بعد كده يبقى الإرهاب اللي أنا كلمت عليه ده تحدي كبير جدا جدا، وزي ما زمايلنا قالوا إن هو ممكن يكون بيأثر على مستقبل استقرار الدولة الوطنية، وده أخطر شيء وإحنا كلمنا عنه قبل كده. يتبقى بعد كده الفساد، ويتبقى بعد كده اللي هي الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار. من أول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بأيدينا وبنرس، يعني الإبداع كان مولود فينا لحظة موعينا، لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لبستك، يلا توصيات عدة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي والذي انعقد بأسوان على مدار يومين. وضمن 9 قرارات أعلنها الرئيس خلال كلمته في الجلسة الختامية للملتقى، قرر الرئيس السيسي إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون إفريقي. أولا، قيام مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم بفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والإفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصري ومن خلال الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك. ثانيا، قيام وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والإفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين العرب وإفريقيا. كما طالب الرئيس بالنهوض بالقارة الإفريقية والتغلب على التحديات وتغيير واقع شعوبها إلى الأفضل، موجها الدعوة للحكام من أجل كشف الحقائق أمام شعوبهم وتوعيتهم لمواجهة المخاطر المحيطة ببلادهم. قيام إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل من الشباب العربي والإفريقي بتولي إعداد تصور خاص بتحقيق فرص التكامل العربي الإفريقي في كل المجالات وتقديمه إلى الجهات المعنية بدولنا للبدء في تنفيذه. خامسا، قيام إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل من الشباب العربي والإفريقي لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكري والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف. وتطرق الرئيس خلال جلسات الملتقى إلى التجربة المصرية للارتقاء بالاقتصاد من خلال إنشاء بنية تحتية ضخمة في الطرق والكهرباء والطاقة والمناطق الصناعية الجديدة، منوها بأنه يمكن إقامة طيف واسع من الصناعات التي تقوم على استغلال الثروات الطبيعية الهائلة في القارة السمراء. مؤتمر الشباب العربي الأفريقي الذي انتهى بالأمس خرج بعدة توصيات، هذه التوصيات منها التوصيات العلمية
ومنها التوصيات الأمنية، ومنها التوصيات الاقتصادية، ومنها التوصيات الثقافية، ثم السياحية، ثم التكامل المشترك ما بين الشباب العربي الأفريقي. هنتكلم عن بداية إتاحة بنك المعرفة المصري للباحثين العرب والأفارقة. ده هيستتبع أن يكون هناك اتصال دائم بين جميع الدول الأفريقية والعربية للولوج إلى هذا البنك عن طريق منح كلمات السر أو الاشتراكات أو التعامل المباشر مع بنك المعرفة للحصول على أي نوع من أنواع العلم من داخل بنك المعرفة كمكتبة عالمية تكنولوجية حديثة تم إنشائها داخل مصر مؤخرا. الجزئية الثانية أنه تم الحديث عن إنشاء آلية عربية أفريقية، ونخلي بالنا حضرتك من الآلية العربية الأفريقية. هذه الآلية العربية الأفريقية هتعمل إيه؟ هتكافح الإرهاب، تساعد على دحر الإرهاب. هذه قضية محورية هذه الأيام، خاصة بعد الحوادث التي نراها في كثير من العالم. لابد من محاربة الإرهاب أولاً فكرياً، ثم محاربة الفكر لا يأتي إلا عن طريق الفكر المماثل له، الحجة بالحجة والبينة بالبينة والقول بالقول وهكذا. ثم يستتبع هذا الدحر للإرهاب عن طريق اللقاء الثقافي ما بين الشباب، أنه لا يوجد بينهم ضغائن حتى يعلن منهم أو من بينهم الحرب على الآخر لسبب قد لا يكون صحيحا أو قد يكون مغلوطا أو قد يكون به شائبة أو به وشاية وما إلى ذلك. الآلية العربية الأفريقية لمكافحة الإرهاب هتؤدي إلى أن تخلو القارة الإفريقية من الإرهاب، ولكن هذا لن يأتي على المستوى القريب، لأن احنا عارفين ببساطة شديدة جدا أن الصومال بها إرهاب وأن أوغندا بها إرهاب، وبعض الدول العربية والإفريقية ما زالت تعاني من الإرهاب. ولكن نحن بما لنا من تجارب سابقة في مجال الإرهاب ودحره، فنحاول أن نصدر تجربتنا العملية بقيادة رئيسنا طبعا إلى جميع الدول المجاورة والقارة الإفريقية حتى تحتزي حزونا. الشباب هم وقود الشعوب. النهاردة أنا بقول لهم، أي حد كان بيقول لكم في وقت من الأوقات فكرة مغلوطة عن مصر، أي حد في وقت من الأوقات كان بيحاول يحط عداوات ما بين الشعب المصري وما بين الشعوب الأفريقية المختلفة، شبابهم النهاردة هيرجعوا وهيتكلموا وهيقولوا وهيبقوا سفرة لينا، وهيساعدوا القنصليات وهيساعدوا الجاليات المصرية اللي موجودة ومنتشرة في أفريقيا. كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حواراً تفاعلياً مع الشباب في معبد فيلا رمز السلام والمحبة، حيث استمع إلى الآراء والأفكار المبتكرة بشأن أفاق تعزيز التكامل العربي الإفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وسبل نقل التجربة المصرية في تمكين الشباب إلى الأشقاء العرب. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي اجتماعات وزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء قطاع الأعمال ووزيرة الصحة والاتصالات، حيث وجه بمواصلة جهود تطوير وحوكمة شركات قطاع الأعمال العام وفقا للخطة الزمنية المقررة. كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات والتفاصيل المتعلقة بالمرحلة الأولى للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل المنتظر تطبيقه في محافظة بورسعيد. وإلى الساحة المحلية التي امتلأت بالتطورات في ظل الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومتابعة تحسن معيشة المواطن في الأجل الطويل والمتوسط. في مقدمة هذه التطورات، رئيس مجلس الوزراء يتابع استعدادات الدولة لشهر رمضان المعظم. مجلس النواب يطلق جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية. أطلق مجلس النواب الأسبوع الماضي جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية، حيث أكد رئيس مجلس النواب علي عبد العال على أن الجلسات ستعتمد على الانفتاح والشفافية واستطلاع الآراء المؤيدة والمعارضة.
ولفت عبد العال إلى أن مجلس النواب تلقى في أول 30 يوم مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، حيث بدأت اللجنة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة للجنة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المحافظات والمناطق المختلفة في مصر، يجري الآن تنفيذ تجربة تنموية في حي الأزبكية تطبق من خلالها منظومة النظافة ونقل المخلفات، وهي إحدى المشكلات التي تعاني منها مصر، وتجربة أخرى خاصة بالحفاظ على الكتب وتبادلها بين أكبر عدد من المواطنين دون تكلفة. عشان نوصل للمستوى اللي احنا واصلين له ده، احنا قسمنا العمل على مدار اليوم 3 ورديات حضرتك. قسمناها مع الوردية الصباحية دي من الساعة 7 للساعة 3، دي فيها 110 عامل، والوردية المسائية من الساعة 3 للساعة 11 دي فيها 75 عامل، والوردية الليلية اعتبارا من الساعة 11 لغاية 6 الصبح تاني يوم دي فيها 115 عامل. الجهد المتواصل ده بحجم العمالة دوت اللي هو بيوصل ل 300 عامل على مستوى النهار والليل، لازم نكون وصلنا لهذا الجهد، بالإضافة لوجود المشرفين، بالإضافة لوجود مراكز تجميع عمالية في نطاقات مختلفة في الحي، عشان نحرص على هذا الكلام، لأن أنا مكاني حساس شوية، أنا في وسط البلد، أنا قلب العاصمة، أنا حي الأزبكية العريق، أنا اتعينت في حي عريق، لازم أحافظ على عراقته، لازم أحافظ على جماله، لازم أحافظ على نظافته، خاصة إن الحي يقع في نطاق القاهرة الخديوية. إحنا هدفنا إن يكون الجالس أو الضيف اللي موجود عندنا يا فندم هنا قاعد في منطقة ترفيهية، في نفس الوقت بيثقف نفسه، عبارة عن مكتبات فكرتها بسيطة جدا، أساسها خد كتاب وحط كتاب، يعني أي مواطن عنده كتاب بيكون يقدر يتبرع به للمواطن المصري أخوه يعني في المنطقة، بيحط كتاب. أنا بجيب كتب من مكتبتي الخاصة، بحط كتب من مكتبتي الخاصة في المكتبات الموجودة في الألفي كمشاركة في منظومة الثقافة لمواطنينا في منطقة الألفي. في مخطط لرفع كفاءة المباني ديت، في مخطط برفع كفائتها من حيث الدهانات وإعادة الدهان بتاعها فندم طبقا للون اللي هي أنشئت به في وقت إنشائها. الكلام ده موجود به وثائق في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وإحنا بنجيب من هناك اللون والشكل اللي كانت عليه وقت إنشائها، وبواسطة المقاول المختصة عندي بيعاد رفع كفائتها طبقا للون وقت إنشائها، وده مخطط معمول على مستوى القاهرة من قبل أنا ما اتعين كمان في حي الأزبكية. في نفس التوقيت في تعليمات من المحافظة صادرة برفع لافتات الإعلانات أيا كان نوعها، تجارية، لافتات الدكاترة، لافتات المحامين، عشان التشويه اللي حصل للثروة العقارية في القاهرة ده تشويه يعني فظيع شوية، فعشان احنا نعيد الشيء لأصله لازم رفع أي حاجة تمنع تحسين الشكل الحضاري، ومنها اللافتات الإعلانية. وفي تعليمات صدرت يا فندم إن أجهزة التكييف ما تبقاش على وجهة العقارات كمان. بعد رفع اللافتات الإعلانية وأجهزة التكييف، إعادة الشيء لأصله وإعادة التلوين للعقارات دي، وأعتقد القاهرة الخديوية غنية بمبانيها التاريخية العظيمة الفاخرة جدا اللي هي فخر للقاهرة أنها تكون موجودة فيها. إحنا في متحف مفتوح. أنا أوصي يا فندم رؤساء الأحياء إن الموضوع ده يكون أسبقية أولى ليهم، الموضوع ده يهم المواطن المصري من الدرجة الأولى وبيشكو منه مر الشكوى، فأنا أوصي ضروري التفاعل السيد رئيس الحي أو السيد مدير الوحدة المحلية المختصة زي ما أنا عملت هنا في الأزبكية مع أصحاب المحلات وأصحاب المطاعم، ينزل لهم. أنا حضرتك بوجه رسائل لمواطني حي الأزبكية عن طريق يوميات رئيس حي الأزبكية على الفيسبوك يقول فكرته، أنا ما بقولش يعقد اجتماعات في المرحلة الأولى، يقول فكرته الأول، يرسل رسالته الأول لمواطنيه، لما يقول فكرته بعد كده يبدأ يلتقي بممثلينهم هو، ويبدأ بعد كده يحرص على إن التجربة اللي احنا بنعملها هنا، احنا ظروفنا يمكن استثنائية شوية عشان أنا في حي الأزبكية، حي رئيسي، شوارع رئيسية، حي مزدحم تماما بالجمهور، مشترك في الحدود الإدارية مع أحياء وسط البلد الأخرى. أنا أوصي السادة رؤساء الأحياء ياخدوا الفكرة أو ينقلوا الفكرة من عندنا أو يبتكروا أفكار وتبقى فكرتنا مشتركة من أجل نظافة القاهرة، يعني عاصمة مصر العظيمة التاريخية العريقة.
افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بعدد من محافظات الوجه البحري والصعيد مؤخرا، تأكيدا على أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة في مسيرة التقدم والتنمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتماما منه بالقرى الأكثر احتياجا اجتمع مع عدد من الوزراء لتوجيه الحكومة بتركيز استراتيجيتها على مساعدة تلك الفئات تحقيقا لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة وضمان ضبط منظومة الدعم وتأمين وصوله إلى مستحقيه. مشكلة الصعيد دي مشكلة خطيرة جدا، وهو بصلها هتحل مشكلة الصعيد دي هتحل مليون مشكلة جايين بعد كده. يعني الناس اللي في الصعيد دي اساسا عندهم مشاكل كتيره قوي 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 وما كانش حد واخد باله منه. الرئيس حط ايده على الموضوع ده، الموضوع ده لما حط ايده عليه كده هيحل بيه 50 60 مشكله انت شايفها كمشكله واحده، لا هي 50 60 مشكله. هتبص لها هناك في تنميه، في مصانع بتتفتح، في مصانع حديد ومصانع اسمنت وفي موبايلات وفي زراعه وفي حاجات كتيره جدا 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 جدا، وفي بني سويف في كذا مصنع حديد وفي مصانع اسمنت، في تنميه وفي طريق معمول، الطريق ده يوصل للمجد. الصعيد من يعني من زمان، هنقول من ايام الفرعون ما حدش بص عليه. الصعيد مهمش ومليان ناس، والناس دي كانت بتيجي تنزل هنا مصر بتعمل زحمه في مصر. وخلي بالك من اشطر الناس في الدنيا الصعيدي، في اسيوط الجديده، في الشروق، في مدينه الكوثر دي في سوهاج، في بني سويف، كل المدن الجديده ديت هتبدا توفر. هي عباره عن ايه؟ توفير فرص عمل، فرص عمل للشباب، والجامعات فتحت الدنيا هناك. لا مصر داخله على تنميه شكلها كويس. احنا النهارده لما هنوفر لهم فرص عمل سالي بيعمل كده، لا احنا مش هيبقى عندنا ارهاب. اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا تناول ايضا نتائج المشاريع التنموية في محافظات الصعيد، خاصة بعد مشاريع البنى التحتية في تلك المحافظات، حيث ناقش الاجتماع عناصر المنظومة الجديدة لتخصيص الاراضي الصناعية والتي تهدف الى توفير وتخصيص وتسعير الاراضي الصناعية بكافة المناطق الصناعية. كما تمت مناقشة حصر الاحتياجات الواقعية من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصناعية مباشرة بواسطة الإنترنت، وبيانات استغلال الأراضي في كل منطقة والمشروعات التي لها ترخيص. إطلاق السيد الرئيس لمبادرة حياة كريمة ضخ دماء جديدة وغزيرة في عروق وشرايين العمل الأهلي وبكل مؤسساته وجمعياته وفي طلعته الجامعات الأهلية. تأكيد الرئيس على مشاركة المجتمع المدني والجامعات الأهلية في كل مؤتمراته وفي كل المحافل الدولية. السيد الرئيس لما كان في جولة خارجية أكد أمام العالم أن المجتمع المدني والجامعات الأهلية هي شريك أساسي في التنمية. تأكيد الرئيس على إيمانه بأهمية والدور اللي بتلعبه هذه الجمعيات، يعني كان عنده إيمان راسخ بكم العطاء اللي بتقدمه الجمعيات الأهلية، لأن الجمعيات الأهلية هي المرآة الصادقة اللي بتعكس معدن هذا الشعب وأصالته في كل ما تقدمه، سواء للفئات الأولى بالرعاية أو المهمشين أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو كل الفئات. كلام السيد الرئيس السيسي احنا بنقول عليه الشيخ العرب، لأن الرجل ده أول ما جانا سابق العصر وسابق الأحداث كلها بلا 20 سنة، سابق لقدام، مفيش رئيس جمهورية عمل زي ما هو عمل. بالنسبة لخط الصعيد هو عمل، لا عمل في الصعيد، والنهارده احنا حاسينها بيها بالخضار اللي بيجي من الصعيد والإنجازات اللي بتيجي من الصعيد. أنا ما بروح الصعيد دلوقتي الكباري والطرق دلوقتي وفي الضبعة، لا حاجة جامدة قوي، يعني حاجة ما بتوفر وقت حتى في النقل بتوفر جامد معانا، فهو سابق العصر ده. واصلت القوات المسلحة جهودها لتطوير القدرات الاستراتيجية المصرية مع مد جسور التعاون مع جميع دول العالم، وفي مقدمة هذه الجهود
تواصل عناصر القوات المسلحة المصرية والبريطانية تنفيذ التدريب المصري البريطاني المشترك أحمس واحد، والذي تستمر فعاليته خلال شهر مارس الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ويأتي في إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدين، وبما يؤكد قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعي مشترك لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. تضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بمختلف الأسلحة، وباستخدام أجهزة ووسائل التنشين المختلفة، والتدريب على استخدام الأرض وتحركات الفرد في الميدان، وذلك للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة البدنية والقتالية للعناصر المشاركة، كذلك التدريب على كيفية اكتشاف العبوات الناسفة وأسلوب التغلب عليها، والتدريب على القتال في المدن وأساليب اقتحام المنشآت والمباني التي سيطرت عليها جماعات إرهابية، والتدريب على الإسعافات الأولية وإخلاء الجرحى والمصابين أثناء العمليات. هذا وتستمر كافة العناصر المشاركة في التدريب من الجانبين في تنفيذ البرامج التدريبية المخططة في دعم وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية ودعم علاقات التعاون العسكري المصرية البريطانية المشتركة. كما يعد التدريب امتدادا لعلاقات استراتيجية بين مصر وبريطانيا في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. تحرير طابة إنجاز لا يقف عند مجرد تحرير أو استعادة قطعة أرض مهما كانت قيمتها الاستراتيجية، لكنه ملحمة وطنية شاهدة على نجاح الدولة المصرية في استثمار إمكاناتها كي تكتب إنجازا تتحدث عنه الأجيال أسوة بما أنجزته مصر في حرب أكتوبر عام 1973. فالمفوض المصري هزم إسرائيل قانونيا ودبلوماسيا بعد أن انتقل الصراع إلى القنوات السياسية. عوامل النجاح في هذه الملحمة مثلت نموذجا لكسب القضايا الكبرى، فقد أكدت مصر التزامها بكل الاتفاقات التي وقعتها مع دول العالم، وأصبح استرداد طابة مشروعا قوميا أقامته الدولة المصرية على أسس عدم التفريط في أي سنتيمتر من الأراضي المصرية كمبدأ مقدس تحرك في إطاره المفاوض المصري على مدار 5 سنوات. وضم وفد التفاوض المصري جميع الخبرات المهنية المحترفة في كل التخصصات من جميع المؤسسات المعنية في إطار من التنسيق الكامل بين هذه المؤسسات، في حين ظهرت براعة المفاوض المصري في تفهم تحركات وأهداف طاقم التفاوض الإسرائيلي. فصول هذه الملحمة بدأت حين أعلنت إسرائيل إتمام الانسحاب من سيناء في 25 من أبريل عام 1982 باستثناء مثلث طابة على رأس خليج العقبة، بدعوى أن علامة الحدود المعروفة باسم العلامة 91 غير موجودة داخل الأراضي المصرية. حرصت مصر على ألا تعرقل هذه المشكلة إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، وتشكلت في مايو عام 1985 اللجنة القومية العليا لطابة، وأوكل إليها مهمة رئيسية واحدة هي إعادة طابة للسيادة المصرية. وقعت مصر وإسرائيل مشارطة التحكيم في سبتمبر عام 1986 بعد عدم نجاح وسيلتي المفاوضة والتوفيق. استطاعت مصر حصر مهمة هيئة التحكيم الدولية في نقطة واحدة هي تقرير موضع علامات الحدود الدولية المختلف عليها، وليس البحث في إعادة ترسيم خط الحدود كله كما كانت ترغب إسرائيل. قضت هيئة التحكيم الدولية بأحقية مصر في طابة في سبتمبر عام 1988، وانسحبت إسرائيل من طابة ورفع العلم المصري عليها في 19 من مارس عام 1989. ملحمة طابة تؤكد أن مصر تمتلك من الإمكانات ما يمكنها من التصدي بنجاح لكل القضايا المهمة التي يمكن أن تتعرض لها في إطار معادلة الإرادة القوية مع الإدارة الواعية، وهي معادلة ليست صعبة أو مستحيلة ما دام الهدف الوطني محددا والتحرك يتم بشفافية ومصداقية ورؤية واضحة. وإلى اقتصادنا الوطني الذي يتمسك باستمرار التطور رغم الصعوبات والعقبات التي يواجهها، وفي مقدمة هذه التطورات
الحكومة تعلن أنها تستهدف معدل نمو يصل إلى 6% وخفض معدلات البطالة إلى 9.1%. تصدرت ضرورة استخدام التكنولوجيا مناقشات الحضور، مؤكدين أن الدولة المصرية تدرك أهمية التحول الرقمي في كل المجالات، وأن نظام التعليم الجديد سوف يهدف إلى تغيير ثقافة البيت المصري بوضع رؤية للتعليم لا يكون هدفها تحصيل الدرجات فقط، ولكن أن يكون التعليم وسيلة لتنمية الطالب وتطوير عقليته ومواجهة كافة التحديات. تهدف الحكومة المصرية إلى إحداث تطوير شامل في منظومة التعليم المصرية في ضوء رؤية التعليم 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز. التابلت كوسيلة تكنولوجية هامة في البحث عن المعلومات، والسيد الوزير يعني تشرف أنه وضع بنك للمعرفة داخل التابلت، بحيث أن الطالب يبحث عن المعرفة اللي تخص المنهج بتاعه بسهولة عن طريق بنك المعرفة. وايضا مش يعني ترك هذا البنك المعرفه فقط، ولكن هو وضع موضوع البحث عن طريق جوجل، ممكن يبحث عن اي معلومه بكل سهوله. التفرقه بين مصطلح الفتوى والمصطلحات المتشابهه لا، والمصطلحات ذات الصله. مضمون هذه الرساله هي بتحدد الالتزامات الملقاه على عاتق المفتي، اللي هي اذا اخل بها قامت مسؤولياته المدنية ويطالب بالتعويض. واللي أهم من كده إن في الرسالة تطرقت للقوانين الموجودة في مصر حاليا السارية، اللي بتتكلم عن المفتي أو عن من له حق الإفتاء في مصر، وألقيت عليها الضوء والملاحظات، وتقدمت بمشروع قانون لتنظيم الفتوى في مصر وتجريم الفتوى من غير أهلها. أغلى من روحي ودمي. أنزل الله السكينة على قلوب هؤلاء الأمهات فكن من الصابرات المحتسبات أبنائهن من الشهداء. إنها أم الشهيد تحتفي بهم وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأم لترد لهم جزءا من جميل قدموه لهذا الوطن. كل واحدة منهن تتزاحم المشاعر والذكريات في ذاكرتها عن ماذا كان يفعل الشهيد في مثل هذا اليوم. كان بيكلمني يقول لي كل سنة وانت طيبة يا ماما، حتى لو في شغله كان دايما على طول هو يتصل بيا، وطبعا هديته دي طبعا يعني كانت بتبقى بالنسبة لي حتى لو بسيطة حاجة كبيرة قوي. ده حبيبي امبارح جاني في المنام قال لي ماما انا حاسس ان حضرتك زعلانة. قلت له ابدا مين قال؟ قال لي والنبي يا امي انا دلوقتي سعيد جدا جدا، وانا قاعدة بفتكر له عطائه وحنيته مش عليا بس، والله العظيم على مصر كلها. ابني الصغير بس كان راجل قوي، وانا بقول له انا بحبك وعمرنا ما انساك، وابنك ومراتك في عينيا، وابنك نسخه منك. افتكر لما كان بيقول لي كل سنه وانت طيبه يا ماما، مفتقداه اكيد النهارده، وانا بنتهز الفرصه وبقول لكل ام شهيد كل سنه وانت طيبه، وبقول لكل زوجه شهيد كل سنه وانت طيبه، وان اي ام هي بطله زي ابنها بالظبط، انها مستحمله فراقه وصامده وصبره. بقول له وحشتني يا احمد، كل عيد امك كنت بتبقى معايا، فبقول لك وحشتني يا احمد يا حبيبي الله يرحمك. مسوك الجنة. تحرص وزارة الداخلية على إحياء هذه المناسبة سنوياً بحضور أسر الشهداء تكريماً لهم وتقديراً لتضحيات أبنائهم. تحضر الأم والأب والزوجة والأبناء في تجمع يسعد الجميع، يتحدثون فيه عن عطاء الشهداء لتبقى مصر. فرحانة جداً وبقول له يا أحمد أنت كتر خيرك، أنت سبقتني ورحت الجنة وحجز لي مكان في الجنة، وكل عيد أم أنت بتجيب لي انت يعني الجنة دي اغلى شيء في الدنيا وفي الكون كله، ان تبقى هدية لأي ام في عيد الام. وبتمنى لو عندي او لي عمر اجيب 20 واحد زي كريم اديهم للوطن حقيقي بجد، يعني لان مصر غالية علينا
وكل الشهداء غالين علينا. عدد من الفنانين والفنانات كانوا حريصين على حضور هذه المناسبة، معبرين عن سعادتهم بوجودهم بين هذه الكوكبة من أسر الشهداء. الست اللي أهدت مصر ابنها أو جوزها أو أخوها أو أبوها دي تتشال على الراس. وأنا هنيت كل ستة، ولا اوعي تزعلي، ربنا يصبر قلبك، أنت أهديتي مصر أغلى حاجة عندك. تحملوا الألم لكن تحملوه بفرح شديد، لأن ابنهم أو الزوج أو الأخ بيزف في السماء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. وإلى الساحة الرياضية المصرية التي شهدت تطورات متعددة هذا الأسبوع. في مقدمتها، تأهل فريق الأهلي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه الكبير على ضيفه شبيبة الساويرة الجزائري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية في إطار الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة للمسابقة القارية. سجل ثلاثية الأهلي مروان محسن هدفين في الدقيقتين 30 و45 وحسين الشحات في الدقيقة 82. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 11 نقطة ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، فيما احتل سيمبا التنزاني المركز الثاني برصيد 9 نقاط وتأهل رفقة الأهلي إلى الدور المقبل. صعد الأبطال المصريون إلى مكانة متقدمة في جدول ترتيب ميداليات الأولمبياد الخاص بأبو ظبي. إنجازات متتالية حققها أبطال مصر في الأولمبياد الخاص المشاركون في بطولة الألعاب العالمية المقامة حاليا في الإمارات والتي تستمر حتى 21 من مارس الجاري، حيث ارتفعت حصيلة لاعبي مصر إلى 42 ميدالية متنوعة بواقع 16 ميدالية ذهبية و14 فضية و12 برونزية. وكانت آخر إنجازات الفراعنة ما حققه أبطال البولينج في مسابقات الفردي بحصول مؤمن محمد على الميدالية الذهبية وسامح نبيل عياد على الميدالية الذهبية وإسراء محمد فكري على الميدالية الذهبية، في حين حصلت سعاد محمود فرغلي على الميدالية الفضية. يذكر أن البعثة المصرية في هذه النسخة من الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص تشمل 34 لاعباً و35 لاعبة لخوض منافسات 14 لعبة مختلفة من أصل 24 رياضة. هذا ويتوقع زيادة حصيلة الميداليات المصرية خلال المنافسات المقبلة لتتخطى حاجز 50 ميدالية. مشاهدين الكرام، قدمنا لكم عرضا لأخبار مصر خلال أسبوع كامل. لقاؤنا يتجدد في الأسبوع القادم.